واش الخوت معك رشيد الحماني في فيديو جديد كما كتشوفوا اليوم احنا في شاله. المهم معايا السيمو رشيد دي كاميرا الدري صاحبي غنضرب ليه شي تصويرات. هناك جبت معي الخيمة نتريبينا ولقينا الخوش لقينا واحد الكوان زوين هنا نشوف كيف واحد القلاق لهيه ما عرفتش يبان ليكم ولا لا. المهم نعاود نزيدو نكملو مع الطريق هادي كاين الشوك هنا بزاف نحاولو نطلعو لفوق لهيه البلايص راه كاين شي واحد الفيولات الجهة واجبني تطلع على واد بوركراك كاين ديك القنطرة اللي لهيه. المهم كاين هنايا كاين فين نضربو شي تصويرات زوين نحاولو نطلعو شي لعيبة زوينة نتوما راكم كتشوفو كلشي. سيمو خليتو لهيتي قاد واحد اللعيبه بغيت تصور بها. المهم بغيت نطلع واحد التصويره نحاول نطلع لي ديك السي اللي بغا. المهم على ما قاد هو غنحاول نضرب شي تصويره على الطريق هادي. ها هي الطريق هادي هي اللي كتدي السلاب ديال الرباط وصلو كدوز من ديك القندره. ها هي نحاول نضرب شي تصويره تكون مزيانه نتوما نحطكم شي بلايصه هنا. هذا كوان زوين الصراحة تجي يخلينا شي عيالات مريحين تما وشي بنات ودراري ناشطين تما لهيه وكاين واحد الخضورة عاوتاني في الدخلة تنكون خلاص صحابني درون. شوف واحد القلاق هاد القلاق هذا صحابني درون هاد القلاق داز من الفوق بان لي بحال شي درون واحد قرب تيمشي بحال مستابيليزي غادي فشكال متضربش تمشي تضربش بالجناح غادي فهاد اللعبة شكون تكون غاطس وكتضرب ضرب وحدك كتمشي معاه بحال هكا. ضربنا شي تصاور هنايا في البلاصة طلعو زوينين نشوفوهم دابا. ودابا نطلعو لهيه الفوق كما كتشوفو داير واحد الطلعة ساهل نطلعو لهيه الفوق باش نشد لي شي تصاور تكون الخلفية هي السما حيت هنايا صعيب انك تطلع تصويرة تكون خفية السما يعني خصك تحط كاميرا من التحت باش تطلع تصور عيايا. يمكن طلعنا شوية الفوق فوق ديال الجبل راه ديك الساعة غتشد تشدك البلا لي بغينا ندير كاين واحد العش ديال القلاق لهيه شفتو العش ديال الدرون. يلا نطلعو مازال الفوق لهيه نطلعو لهيه الفوق نطلعو شنو الراس ديالي تريب ماشي شي فوتوشوب هي بلاصه زوينه الصراحه باش تطلع على سلاق ديك كتبان لكم شاله كنا باغيين ندخلوا ليها لداخل كين قالوا لنا راه سادينا تيديروا شي اصلاحات ولا شي لعيبه كنا راه ماشي بسبب كورونا ولا شي حاجه راه بسبب الاصلاحات ما عرفتش يدوز شي ارض بريفي ولا شي حاجه هنا طالعين غالبا ماشي ارضي شي واحد فيها الشوك فيها والو. قربنا وصلنا للراس نشوفو بلاكي
رجعنا لهاد الخضوره غادي نجلسو نرتاحو من هنا نشوفو التصاورات ونمشي للدار نقعدو قد داكشي في لايت روم. تهلاو ليا فراسكم.